بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على شيخ الشهداء، السلام على من صدح بالحق في وجه سلطان جائر، من أجل كرامة أمة. السلام على الشهيد المغيب الجثمان، السلام على من آثر الموت على حياة الذل والهوان. السلام عليكم أيها الإخوة الحضور ورحمة الله وبركاته. مثل سماحة الشيخ النمر ظاهرة غريبة في واقع ميت امتهن السكوت والسكون. كان صرخة مدوية لإيقاظ مجتمع نام عن عزته وكرامته، وأراد أن يتأقلم مع واقعه الفاسد. وصل حال الأمة إلى موت الإرادة أمام إرادة الطغاة. وكان بإمكان الشيخ النمر أن يتأقلم مع واقعه الفاسد كما تأقلم المجتمع، وكان بإمكانه أن يعيش همومه الصغيرة بحثا عن مبررات الخضوع والخنوع والرضا بالعيش والهوان. آثر العيش مطاردا وسجينا وشهيدا على أن يقبل بواقع الظلم والجور والهوان. يسير لوحده عكس التيار، لا أنصار ولا أعوان ولا أفق في المسار، إلا أنه قرر أن يسير حتى يفتح للناس أفق العيش الكريم أو شهادة الأحرار. كان يعلم أنه لن يصل إلى النصر، ولكنه كان يعلم أيضا أن دمه سيخلق جيلا يرفض عيش الذل والهوان. من دم الشهيد النمر الفوار وزئيره المدوي في القلوب والآذان انبثقت فكرة سيوف الثار. تسرب اليأس في نفوس الناس، وبان التعب على وجوه الناس وحركتها، فكان الشهيد القائد رضا الغسرة يراقب الحدث ويتساءل ماذا يمكن أن نفعله لنعيد للناس الحياة ونعيد للثورة جذوتها ونعيد للشعب الأمل بعد أن تسرب اليأس في قلوب كثير من الناس. فكان القرار سيوف الثار. كانت الأنظار متجهة نحو الدراز، نحو الشيخ المحاصر، وأعداد الناس تتناقص كلما طال الحصار وقلت الحيلة وكثرت الاعتقالات والاستدعاءات. كانت العيون تترقب حدثا من الدراز، وإذا به ينطلق من سجن جو. رضا الغسرى يعود للمشهد من جديد، يعود بثورة جديدة وإرادة فولاذية وعزم حسيني. حرية أو شهادة،
لا يأس ولا استسلام، نفض الغبار عن جسد الأمة وقام وقاوم حتى انتزع حريته. ولكن هذه المرة لم يكن وحيدا، بل قرر أن يكون الحدث مجلجلا. في البداية كان يفكر كيف يحرر جميع الأسرى، كيف يمكن أن يحرر جميع الأسرى من المعتقل. ولكن بعد استخارات واستشارات ودراسة للوضع الميداني، قرر أن يبحث عن خطة بديلة تمكنه من نقل المحررين إلى بر الأمان بيسر وسلامة، وذلك للموقع الذي يقع فيه سجن جو بعيدا عن المناطق المأهولة. خطط للمهمة بكل تفاصيلها من داخل السجن، الصغيرة والكبيرة من داخل السجن. كان الأمل في نجاح الخطة قليلا جدا لدى كل من يعرف بالعملية. إلا رضاه، فقد كان واثقا كل الوثوق بأن الله لن يخيب رجاه. أحسنتم. محمد وآل محمد. كان الأمل في نجاح الخطة قليلا جدا لدى كل من عرف بالعملية إلا رضا، كان واثقا بأن الله لن يخيب رجاه. وبشعار يا زهراء انطلق، وباسم الشهداء وشيخ الشهداء أعلن انطلاق العملية لتنتج زلزالا هز البحرين من أولها إلى آخرها. كل الشوارع أغلقت وكل المناطق حوصرت، وذهول كبير بين الموالين والمعارضين، الكل لا يصدق حقيقة ما جرى. اعتقد البعض أن الأمر حلما، والبعض اعتبره خديعة، والبعض عبر عنه بالمسرحية لتصفية المعارضين. كثير من الناس أجسامهم حرة ولكن إرادتهم مقيدة، أسيرة. أما رضا فقد كان جسده مقيدا، إلا أن روحه الكبيرة كانت ولا زالت وستبقى حرة. إن فكرة انتزاع الحرية أمر فطري وحق طبيعي لكل إنسان. السلطات الخليفية قد أمعنت في إجرامها واعتقلت الآلاف وحكمت عليهم بالسجن لمئات السنين، والهدف من ذلك ترويض الروح الثورية الناهضة والنابضة في قلوب وعقول شبابنا الغيور. نحن في هذه المناسبة نؤكد أننا مع كل حالة تمرد على القبضة الأمنية، ومع كل عمل من أجل انتزاع حرية معتقلينا، ومع كل جهود من أجل كسر القبضة الأمنية لإركاء شعبنا. وإن هذا الحفل
هو لترسيخ ثقافة انتزاع الحرية، فالحق يؤخذ ولا يعطى، والحرية عروس مهرها الدم القاني. وإن خيار الاستسلام ساقط من قاموسنا، سنواصل المسير مع كل أبناء شعبنا لانتزاع حقوقنا وكرامتنا وحريتنا، وسيبقى شعارنا حرية أو شهادة هو شعار المسير. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة للشيخ النمر والشهيد رضا الغسرة وجميع شهداء الإسلام. تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.